جهات عليا تحقق في ظهور سعودية دون ارتداء الحجاب في جلسة الأمم المتحدة، ومخاوف من إيقاف برنامج الواتس أب داخل المملكة بعد قرب تفعيل المكالمات الصوتية. وأيضا في يهلا هذا المساء، البطالة في المملكة تصل إلى 11.5% حسب أرقام مصلحة الإحصاءات العامة، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في يهلا كما عودناكم. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث أكدت مصادر لصحيفة سبق أن جهات عليا سعودية قامت بمساءلة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية على خلفية ظهور إحدى موظفات الممثلية في جلسة من جلسات الأمم المتحدة، وكانت متحدثة باسم المملكة دون ارتداء الحجاب الشرعي، إذا أثار إلقاء منال رضوان السكرتير الأول في وفد المملكة في الأمم المتحدة أثار تباين في ردات الفعل بين مرتدي وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد وما بين منتقد. خلونا في البداية نتابع هذا التقرير وبعدها نبدأ النقاش. رئيس، أود أن أشكركم على عقد هذه الجلسة الهامة حول حماية المدنيين وعلى وجه خاص حماية المرأة. أثار مقطع فيديو لسيدة تتحدث باسم المملكة العربية السعودية في الجلسة الأممية التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن حقوق المدنيين جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الفائتة، فيما بعد تبين أن السيدة التي تتحدث العربية وتجلس أمامها لوحة تشير إلى تمثيلها الوفد السعودية بالمجلس أنها الدكتورة منال رضوان، والتي تشغل منصب سكرتير أول بوفد السعودية لدى الأمم المتحدة، وهي أول سيدة سعودية تتحدث باسم المملكة في مجلس الأمن حسب ما ذكرت صحيفة مكة. ولم يسبب ظهور الدكتورة منال رضوان بدون حجاب خلال جلسة مجلس الأمن في 30 يناير الماضي أزمة بمواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل إن جهات عليا سعودية بدأت التحقيق والمساءلة للوفد الدائم للمملكة العربية السعودية على خلفية ظهور الدكتورة منال رضوان دون ارتدائها الحجاب. للحديث حول هذا الموضوع يلتحق معنا من استديوهاتنا في جدة الكاتب الصحفي الدكتور ناصر الجهني، وسينضم معنا إن شاء الله لاحقا عبر الهاتف كل من الكاتب في صحيفة الاقتصادية الأستاذ عبد الله العلمي، وكذلك الكاتبة السعودية في صحيفة الوطن الأستاذة سكينة المشخص. نبدأ حديثنا من جدة. خليني أسألك دكتور ناصر، يعني قبل ما نبدأ بالنقاش أبغى تعليقك على تمثيل أول امرأة سعودية للمملكة في مجلس الأمن، كيف شفتها من زاويتك؟ والله شيء مشرف، يعني بدون شك كونها امرأة تمثل المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الدولي في أكبر وأرقى هيئة أممية على سطح الأرض، شيء جميل جدا، وشيء يصد أيضا عننا بعض الاتهامات بأنه إحنا بلد متخلف وبلد يعني مصدر للإرهاب، وأن المرأة عندنا مسحوقة. وصحيح في عندنا مشاكل للمرأة كثير، لا يعني لا تعد ولا تحصى، وأمامنا خطوات كبيرة جدا يجب أن نتخذها قبل أن يعني نقدر نقول أنه وضع المرأة عندنا لا بأس به. لكن وجود الدكتورة منال رضوان سكرتير أول الممثلية الدائمة في هيئة الأمم شيء يدعو للمفخرة، وأنا شيء أعتز به. طيب دكتور خليني بس، أنت قلت يعني إحنا بحاجة إلى أننا نوضح لهم وش الوضع القائم عندنا. طيب الانتقاد اللي صار ما كان انتقاد لوجود امرأة،
أو يعني إحنا تابعنا يعني مداخلتها كانت جدا رائعة، حضورها، ثقتها في نفسها، بس الانتقاد كان لمسألة أنها ما كانت مرتدية الحجاب. فأنا أبغاك تعلق لي على هالجزئية، يعني هل نحتاج يعني عشان مجلس الأمن أخي، بس بقول نقطة، عشان مجلس الأمن ويعني أعظم يعني هيئة أو منظمة في العالم وفي انتقادات لوضع المرأة عندنا، يعني عشان نرد عليهم نحتاج نجيب امرأة أو يعني بحيث تطلع بدون حجاب وتتكلم؟ لا هو لا لا يعني لم يكن مقصود، أتوقع أنا إنه هي تطلع بدون حجاب وترد عليهم، يعني كونها إنها ما لبست الحجاب ما أعتقد إنها شيء مقصود. لكن يعني أنا أبغى أقول أخوي خالد إنه مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وأهداف الدين الإسلامي الحنيف وهذا الشرع الراقي اللي يسمو بالإنسان ويصون ماله ونفسه وعرضه ودمه وحقوق الجميع من كبير وصغير وبمختلف أطياف الناس، لا يمكن اختزاله في حجاب امرأة أو دقن رجل. الدين أكبر وأرقى وأسمى من هذا كله. إن أرادت الدولة كدولة طبعا إنها يعني ممثلتها تكون مرتدية الحجاب، يعني كجهات مسؤولة تطلب هذا وليس أفراد، إذا جهات مسؤولة القيادة العليا، الجهات المسؤولة العليا، سماحة المفتي، هيئات كبار العلماء، الدولة حبت إنه الممثلة لهم رؤية أو وجهة نظر إنه ممثلة المملكة العربية السعودية تكون مرتدية الحجاب، يعني ما أعتقد إنه في مانع إنه يحط لها إشارب أو سكارف بسيط على رأسه، ما أعتقد إنه حيكون مشكلة، لكن هو ليس قضية أساساً يا خالد. طيب أنا تقول ليس بقضية، طيب ليش صارت قضية؟ حتى يمكن الخبر اللي نقلناه في صحيفة سبق ويبدو حتى صحيفة مكة أن تذكرت، يعني أبغى أعرف إيش سبب تباين ردة الفعل طيب تجاه منال رضوان؟ يعني هل من المعقول كما ورد مثلا في صحيفة السبق أنه جهات عليا تتحرك لتفادي حدوث هذا الأمر مرة أخرى؟ يا أخي شوف أخوي خالد، أنا هو هنا المشكلة تفاوتت ردود الأفعال، وعندنا ردود الأفعال متفاوتة في كل شيء، في كل شيء. عندما تم تعيين إيجاد فرص وظيفية من أجل احترام المرأة وإيجاد مصادر دخل لها وعدم ابتذالها ودفعها للحاجة وذل السؤال، اعترض البعض وقالوا لا احنا ما يصير هذول يتوظفوا كاشيرات في السوبر ماركتس ولا في البقالات، او قالوا لا ما يصير. هذه منار رضوان الان، انا اقول لك خذ مني كلام، لو وضعت الحجاب منار رضوان كان قالوا خرجت سافرة وكاشف وجهها. هذا احمد قاسم الغامدي لما طلع زوجته متحجبة وكاشف وجهها انتقدوه وقالوا لا كاشف وجهها. لو 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 اتحجبت وغطت وجهها حيقول لك حطها من وراء جدر. طيب هذه ولو حطيتها من وراء جدر حيقول لك صوتها عوره. الخبر يعني احنا انا طيب. بقول لخالد لحظه اسمح لي بس صدر. انا ابغى اقول مجرد انه احنا يجب ان تكون اللي يتكلم في الامور هذه هي الجهات المسؤوله. طيب وليس افراد. طيب دكتور هذه قال المفتي عليها. سماحه المفتي على العين والراس. ها طيب جهات عليا دكتور قالت انت هيئات كبار العلماء على عيني وراس. طيب الخبر يقول جهات عليا، جهات عليا انتقدت، مش خلاص مش إذا الناس، اذا جهات عليا قضي الامر. طيب خليك معنا، جهات عليا اذا جهات عليا انتهينا، لانه شوف اخوي خالد انا ابغى اقول حاجه لو سمحت. احيانا يعني احنا في دوله ودوله ومؤسسات، وفي عندنا سماحه المفتي الله يحفظه، عندنا هيئات كبار العلماء، وعندنا جهات شرعيه رسميه، انه تترك الامور اذا يعني. انا اعتقد انه من اثار هذا الموضوع هو افراد في وسائل التواصل الاجتماعي بيسكلي. لو كان انه جهات عليا في الاساس هي اللي اعترضت ما في مشكله، لها الحق طبعا، وهم المسؤولين عننا في البلد. لكن انه تترك الامور لافراد، يعني الافراد يا اخي في ناس متطرفه، والتطرف الديني في حده الادنى تعطيل للحياه، وفي حده الاعلى تدمير وازهاق للحياه، يصل الى حز الرقاب
وقطع الرؤوس وإحراق إنسان وهو حي. إحنا ما نبغى، إحنا نبغى نبعد عن الإرهاب وعن التطرف الديني، أمة وسط ودين وسط. طيب دكتور، دكتور خليك معنا، أنا برجع لك معنا الحين، انضمنا هاتفيا الكاتبة السعودية سكينة المشيخ. سكينة خليني أسألك، ليش البعض أو إيش دعا البعض أنهم يركزوا على مسألة الحجاب وتجاهلوا الكلمة اللي ألقتها منال رضوان كونها أول سعودية تشارك في وفد المشارك في الأمم المتحدة؟ هل أنت مع أو ضد الالتزام بالحجاب عندما يكون الوضع تمثيل المملكة خارجيا؟ طبعا أنا عديت أستاذ خالد قبل ما أدخل هواء بعض النقاط اللي راح أتكلم عنها. في البداية كوني مع أو ضد، في البداية يعني أنا مدام هي قالت تمثل المملكة أوكي، كنت أفضل أن تضع الحجاب أوكي، وهذا موضوع حريات في الأخير. ظهورها دون حجاب لا ينتقص منها كما لا ينتقص من المملكة، وهو يأتي في إطار الحريات، وربما تكون الضجة التي وثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي نبع من كون المجتمع السعودي مجتمع محافظ والمكانة المملكة الدينية. وأنا شخصيا أتفهم هذا الشيء لحد كبير، ومعي مدى حساسية قضية ظهورها بلا حجاب، لكن لا يعني بأن تركيز شريحة واسعة من المجتمع على المظهر على حساب الجوهر هو عادة اجتماعية للأسف سلبية منتشرة عندنا. فهناك من اشتغل بحجابها دون أن يركز في التفاصيل الأكثر أهمية حول دورها وقيمتها في هذا المنبر العالمي الكبير. طيب يعني أنت تقولين تفضلين لو أنها كانت ارتدت الحجاب، طيب يعني طيب من يقول؟ هو زي ما قلت لك هو خاضع لها هي شخصيا، أنا أفضل أنا أشوفها جزء من حرياتها. أنا يمكن أستاذ خالد ضد عملية الإزدواجية، أني أكون غير محجبة مثلا في الشارع وأرتدي الحجاب فقط صوريا في منبر كهذا، ولكن هو يعني أنت عارف الثورة صارت. أحنا نفسي أنا لما جيت أكتب أي تغريدة عن دكتورة منال، تعال شوف حجم الهجوم اللي كنت أنا ينالني من كتابة التغريدة. ليش الهجوم؟ ليش الهجوم طيب؟ بكون دكتورة منال لا تمثل المجتمع السعودي، كون دكتورة منال خارجة عن إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع السعودي، وتناسوا كليا بأن ما الموقع اللي هي كانت فيه هو موقع يعني هي أول امرأة سعودية تكون في هذا الموقع، تناسوا تماما نظروا إلى موضوع الحجاب وهي قضية انصرافية دعنا نقول ذهبت بكل مكاسب وجودها في هذا المنبر. شكرا، شكرا لك أستاذة سكينة المشخص الكاتبة الصحفية في صحيفة الوطن. دكتور خليني أرجعك. أقدر أضيف حاجة أستاذ طيب خالد؟ تفضل. يعني ذكرت سكينة نقطة مهمة جدا، وهي إنه إحنا دائما نركز على المظهر وننسى الجوهر. أنت عارف، أنت سمعت الخطاب الجزء هذا اللي موجود اللي كانت في منال بتتكلم. نعم. السيدة كانت تناقش التعسف الإسرائيلي، الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، الإزدواجية عند الإسرائيليين في مطالبتهم بحقوق الإنسان ومواقفهم من حقوق الإنسان، وإيش اللي بيعملوه بالمقابل بالفلسطينيين وفي النساء وخاصة في قطاع غزة، أمام محفل دولي، أمام مشهد يعني يشمل الأمم كلها، بتناقش قضية محورية بالنسبة لنا هي القضية الأهم، قضية الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ولثالث الحرمين الشريفين. المرأة يعني إذا تبغى بالمصطلح آخر نقدر نقول واقفة في ثغر من الثغور، قاعدة بتصد وفي قضية من أهم وأعقد قضايانا وأسواها على الإطلاق. يعني نسيوا كل هذا اللي حاصل، كل الاهتمام ده، كل القضية هذه، وركز على الحجاب بس. هو طيب، هنا هو المشكلة. طيب أنا الباقي كله طيب وين راح؟ أنا برجع لك دكتور، بس خلينا أستاذك مع الكاتب في صحيفة الاقتصادية الأستاذ عبد الله العالمي. أستاذ عبد الله خليني أسألك، هل يحق لنا كمسلمين أولا وسعوديين ثانيا يعني أن نطالب منال رضوان أنها تلتزم بالحجاب والأعراف يعني المعروفة والشائعة عندنا عندما تمثلنا خارجيا؟ هي لا تمثل نفسها في المجلس في نهاية المطاف، بالتأكيد تمثل يعني السعودية بشكل عام، فبالتالي من انتقد انتقد لأنه يرى أنها تمثل المملكة بشكل عام، وما انتقد الموضوع الحجاب لأن مسألة شخصية. فأنت إيش تعليقك؟ مساء الخير استاذ خالد، احبك وضيوفك الكريمين وجميع المشاهدين والمشاهدات.
معلوماتي عن حيثيات الكلمة أن الدكتورة منار رضوان عدت هذه الكلمة خلال دقائق معدودة بعد الكلمة الاستفزازية للمندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن واستأذنت وثم ألقت الكلمة ثلاث دقائق شجبت فيها بكل شدة وبكل يعني قسوة الأداء المندوب الإسرائيلي الذي لمح إلى ربط بين داعش في الفترة الأخيرة وبين المملكة العربية السعودية. الإجابة على سؤالك الدكتورة منال رضوان يعني هي في كتابي عن إنجازات المرأة السعودية هي بالمناسبة قد تحجبت في عدة مناسبات رسمية أخرى يعني في استقبال وفد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض كانت ظهرت متحجبة ممثلة السفارة في واشنطن في زيارة لوفد أمريكي آخر مركز الحوار الوطني أيضا كانت محجبة. أما بالنسبة للانتخابات يعني هذه ليست أول مرة يعني هل كان يجب أن ترتدي الحجاب؟ لا يعني طيب يعني لا أعتقد أن هناك اعتراض على ظهورها بغير حجاب، هناك اعتراض على ظهورها خير شر. يعني لا أعتقد بكل أمانة أن الحجاب يعني كان سيمنع التهجم عليها. أعطيك ثلاث أمثلة بسيطة في عشرة ولكن اختصارا للوقت. ثلاث أمثلة بسيطة. أولا يعني السوريات وما تعرضنا له من إهانات وأوصاف بذيئة رغم أنهن دخلنا المجلس الشورى بالحجاب، الكاشيرات، المتجعفات، العاملات في المحلات اللي سبقت، خذ عندك عضوات الغرف التجارية. يعني تخيل يا أستاذ خالد أنه في أولمبياد لندن 2012 كان بالإمكان ألا يسمح لنا بالمشاركة لولا مشاركة سارة ووجدان، أنا ومع ذلك رغم أنهما كان يعني كانتا محتشمتين إلا أن أيضا تعرضتا للقذف والسب للأسف الشديد. دكتورة غادر المطيري هذه الدكتورة السعودية القديرة حازت على أرفع جائزة للبحث العلمي في العالم ليس فقط في أمريكا بل في العالم، ومع ذلك يعني هوجمت طيب سيد عبد الله أنا أشوف أن إذا استمر الوضع مع هذه الهاشتاغات يعني بيني وبينك سنصل قريبا إلى أن كل الشعب يتحرر من كل الشعب. طيب سيد عبد الله يعني أنت تقول ما في مبرر للهجوم اللي تعرضت له الدكتورة منال؟ مطلقا سترى هجوم غدا عند دخول عضوات المجالس طيب. البلدية. طيب خليني أسألك طيب إذا كان الموضوع من جهات عليا هذا السؤال يعني يوجه إلى الجهات العليا، أنا لا أريد أن يعني لا أريد أن أتحدث عن الجهات العليا ولا أريد أن أفتي لأني يعني لست مؤهلا فقهيا لأن أفتي. أنا كل اللي أقوله أن كانت مبادرة جريئة وشجاعة من الدكتورة منال، وعندي تفاصيل عن حيثيات إلقاء كلمتها أنها في خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق عدت هذه الكلمة الهامة جدا. والآن هذه مناسبة يعني وزارة الخارجية كما تعلم الآن توظف أكثر من 80 فتاة سعودية. جميل واضح. شكرا لك سيد عبد الله العالمي الكاتب في صحيفة الاقتصادية. دكتور ناصر أرجع لك، خلينا نتكلم من يعني التركيز على هذه الجزئية إن ما كانت مرتدية الحجاب، أن ترى أننا يعني هذه قضية المفروض أن ما تثار بهذه الطريقة وأننا يعني ما تضخم كونها طلعت بحجاب ولا بدون حجاب؟ أكيد يا أخي يعني نركز على الجوهر على 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 المهم الجانب المهم. يعني أشوف كتاب دسم مفيد من أفضل الكتب ومن أجودها ومن أحسنها، وأجي أقول والله في مشكلة في الغلاف هذا الكتاب لازم أرميه ولا يعني من أعرف أنا. إحنا يعني ننظر للقشور ونترك الجوهر صميم الموضوع. البنت تكلمت بشكل زي ما تفضل الأستاذ عبد الله بشكل ممتاز. أنت ما شفت لها تسجيلات أخرى بتتكلم باللغة الإنجليزية، تتكلم بشكل نيتيف يعني بطلاقة متكاملة زي أبناء اللغة. لغتها جيدة، تركيزها جيد، نطقها بالعربي جيد، القضية مهمة جدا.
سكتت المندوبة الإسرائيلي اعترضت عليه. موقف يحسب للمملكة، للمملكة العربية السعودية بحجمها وثقلها ووزنها، جسدته منار رضوان بوقوفها أمام المندوب الإسرائيلي. يعني هذا كله ما بان. ونيجي نركز يا خالد على موضوع انه حجاب ولا ما في حجاب، وزي ما تفضل استاذ عبد الله وقلت لك انا قبل دقائق انه والله لو كانت مرتدية حجاب لانتقدت، ولو تحجبت لانتقدت، ولو انها جلست قلت لك وراء جدر لقيل انه صوتها عورة. يعني اذا كان يرى طمس المرأة واخفائها، ويعني هذا موضوع اخر، واحنا فاهمين الموضوع كله، لكن الجهات العليا فاهمة، والجهات العليا هي اللي تقرر، والجهات العليا مدركة لمصلحة البلد هذا، سواء يعني بكل أشكاله، الجهات العليا السياسية أو الدينية أو يعني فاهمين كل شيء. شكرا 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 لك دكتور ناصر الجهني الكاتب الصحفي، كنت معنا من جدة، وأشكر كذلك الأستاذ عبد الله العالمي الكاتب في صحيفة الاقتصادية اللي كان معنا بمداخلة هاتفية، وكذلك أشكر الكاتبة في صحيفة الوطن الأستاذة سكينة المشخص. فاصل قصير وبعد الفاصل لنعود.